كيف نستطيع تمييز الأحاديث الموضوعة من الأحاديث الصحيحة؟ وكيف نستطيع التمييز بين البدعة وما كان يفعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وضحوا لنا هذه الأمور جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأحاديث الموضوعة انبرى لها الحفاظ من المحدثين وبينوها، وألفت فيها كتب، حشرت فيها وحوصرت فيها ولله الحمد، وهي كتب كثيرة جمعت فيها الأحاديث المكذوبة والموضوعة، مثل الموضوعات لابن الجوزي واللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي، والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لابن عراق، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، والمنار المنيف في الحديث الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام ابن القيم، ووضعوا ضوابط يعرف بها الحديث الموضوع من غيره في هذه الكتب وفي علوم الحديث. هناك كتب تسمى علوم الحديث أو أصول الحديث، وهي مصطلح الحديث، وهو فن عظيم ألفت فيه كتب، يراجع إلى هذه الكتب، ومن لا يستطيع الرجوع إلى الكتب فإنه يسأل أهل العلم عن الحديث هذا، هل هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا أشكل عليه حديث فإنه يسأل عنه أهل العلم، هل هو حديث صحيح أو غير صحيح، إذا كان هذا الحديث غير معزو إلى كتاب. أما إذا كان معزوا للكتب الصحيحة مثل صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، هذا لا يحتاج إلى سؤال، إذا كان متفقا عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم فهذا حديث صحيح. أما إذا كان في غير الأحاديث الصحيحة، غير الكتب، في غير الكتب التي تختص بالأحاديث الصحيحة، فإنه يسأل عنه أهل العلم وأهل الاختصاص بهذا الأمر. نعم، بقية السؤال. وأما البدعة، وأما البدعة فضابطها معروفة لله الحمد، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا ضابط عظيم ومن جوامع الكلم التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عمل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة مردودة على صاحبها.